الحديث حديث الغدير الذي أنكره بعض المتسرعين كما يقول، هذا الحديث ثابت ولا مجال للشك فيه بأي وجه من الوجوه، وهذا جزء مما أشرنا إليه فيما مضى، جزء من الهداية التكوينية الإلهية، لأنه مع هذا التعتيم الهائل حول علي بن أبي طالب، لأجل هذا التعتيم منعوا رواية أي حديث من الأحاديث. يمكن طوال حوالي 80 عام ممنوع أي حديث واحد ينقل عن النبي. ليش؟ حتى الأحاديث المرتبطة بأهل البيت لا تنقل لهذه الجهة. مع كل هذا التعتيم، واحد عندما يشوف مع القتل، مع التهجير، مع الإرهاب، الرجل كان يقال له إنه زنديق وكافر، كان أحب إليه من أن يقال له إنه من أتباع أهل البيت، لأنه الزنديق والكافر كان متروك في ظل تلك الحكومات، وأتباع أهل البيت كانوا يذبحون ويقتلون. مع كل هذا الجو، مع كل هذا الإرهاب، وصل إلينا من الأحاديث حول أهل البيت ما ملأ الخافقين.